ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير كلام لازم فهموا يا تركوني تركوني مشي بابا بتشيلي هذا الشاب من بالك نهائيا ما في شيء أهم من سمعتي بالنسبة لإلك ليش هيك عم تعمل خلص يلا هدول ولادك لا تعمل هيك امشي إذا وقفتي ضدي وحاولتي تجمعيها مرة تانية مع أروش بوعدك قلتلك عم تفهمي؟ روحي ما في شي بيهمني غير سمعتي ولا شي يا ترى وينو أنوراج؟ ليش ما عم يرد على اتصالي؟ أكيد اللي صاير معه مو منيح أبداً أنا كتير مزعوجة وبتمنى ما تكون ما هي وقعانة بشي ورطة كبيرة ما رح أسامحكم اتركوني معني روحوا من هون ولا تخليني اتصل بالشرطة زوجراج رح خليكم تدفعوا الثمن لك ليش هيك؟ خلاص كل شي خرب هلأ كتير صعب علي ارجع خلي بنت واحد مليونير تحبني ومن اول وجديد خطتي كانت ممتازة فكرت مستقبلي يتأمن ما في شي عم يمشي مثل ما بدي وما هي المسؤولة عن هالشي ما كان صار هالشي لولاها انا لازم اعمل شي انتو رح تندموا كتير ما هي ماهي ماهي انت منيحة؟ انا رح اخذك لعند الدكتور هلأ ماهي ماهي انت منيحة بترجاكي حاكيني ماهي ماهي حاكيني بوعدك رح شوف مين اللي ورا هالعملة ورح ندمو عليها أي حدا غير هاد ما رح أسمح لبنتي تتزوج هاد الولد وهذا القرار نهائي ما حدا يناقشني بهالموضوع نهائياً ومين ما كان يكون أنت فهمتي شو عم بحكي مو هيك أمي؟ أنا بوعدك إنه كل شي
رح يصير مثل ما بتتمنى انت ابني. وبعدين ليش هيك خايف؟ كان بدنا يدعموا أنوراج بالملاكمة مو أكتر من هيك، ولهالسبب بس نحن قبلنا بقاروش وأمه ووافقنا على هذا العرس. هلأ بما إن عم تتراجع عن هالشي، ليش لنزعج حالنا؟ هالاتنين أكيد كانوا مصدر مساعدة إلنا. أما سميرتي خلاص نحن منزوجها لحدة تاني، وأروش واحد مو منيح، رح نزوجها لعيلة بيسمعوا كلامك وما يخالفوك بأي شي انت بتقرره. أكيد أبي وستي مانن طبيعيين بالمرة، ومو همهم شي إلا المصاري والناس الداعمين لأنه راج بهي الملاكمة. أنا لازم أعمل شي، وإلا هدول الاثنين رح يدمروا لي حياتي بشكل كامل. ليك القصة أنه صعب علي كتير عيش بدونك. أنا ما بعرف شو القصة، كل الأمور كانت تمام بس ما بعرف شو صار لهم. اسمعني، نحن لازم نتصرف فورا، وإلا بابا بده يجبرني اتزوج أي شخص ثاني ما بحبه، وأنا ما بدي يصير هذا الشيء. بنوب عم حاكيك عن جد، إذا صار هذا الشيء أنا بدي أقتل حالي. اهدي اهدي شوي حياتي، أنت ما رح تعملي هذا الشيء أبدا. أنا رح أتصرف صدقيني. إذا جيت لعندك يمكن يصير الوضع أسوأ. بتعرفي إنه أبوكي ما رحمني ورماني برا البيت، ما رح يسمع منا ولا كلمة، ورح يتصرف معي بقوة. بس خليه يهدى شوي، أعطيه شوية وقت، ولازم نكون حذرين أكتر شوي. حياتي هالشي كتير مهم بالنسبة إلي، بتعرفي هذا الشي صح؟ خليكي واثقة فيني، أنا بحبك، ديري بالك على حالك. أنا ما عندي أي فكرة شو ممكن أعمل بهي المشكلة. لك مو معقول. ما حدا يطلب مني آكل أو أشرب شي. أمي لا تعاملي فيني هيك. طيب اشربي بس مي. أمي إذا صار لهم أي شيء أنا ما رح أقدر أعيش ابنه. أنا راج. ألو أنا راج، أنت وينك هلأ؟ ألو هاي أنا أمي. ماهي ماهي، بتعرفي قديش كنت خايفة عليكي؟ أنا ما كنت مرتاحة بنوم. قولي قولي أنت منيحة مو هيك؟ ماما أنا منيحة، لا تخافي علي. منيح هاتي. ألو ماهي، شو اللي عم بيصير؟ المدام شويت لانا وينها؟ لا تقولي اسمها ولا حتى سيرتها، لأنه بسببها نحن خايفين. شويت لانا ما غلطت معي أبدا، أنا وقعت بمشاكل بس حتى هي كانت خايفة علي لأنه أنا انخطفت. انخطفتي؟ بس إجي على البيت بخبرك، بس أول شيء أنا لازم أحكي مع المدام شويت لانا. بس ألو اسمعي ماهي، تعالي لهون على البيت فورا أنت وأنوراج. فهمتي؟ مو ضروري تثبتي لحدا شجاعتك هلأ، رجاء انت علي بسرعة. ماما أنا فيني اهتم بحالي، بتعرفي مو؟ أنا بهتم بحالي من وقت ما كنت صغيرة، أنا مو بحاجة لرجال يجي هلأ يحميني ويعمل حاله شي بطل قدامي. ماهي ماهي اسمعي شوي، شو بدي أعمل لهي البنت؟ هي بحياتها ما سمعت كلامي بنوب. لا تخافي، انتي مأمنة انه راجع عليها وهو رح يجيبها على البيت. انه راج الو الو انا ماهي، اخيرا لقيتك. أنا كنت خايفة عليكي، جيت على القسم لقدم شكوى. أنت وينك؟ أنا منيحة، هربت من مشكلة صغيرة. وينك هلأ؟ أنا بجي لعندك. ما في داعي، خلينا نروح على البيت مباشرة. إلزام أحدودك معي، خليك بشغلك وبس. فوق هيك بعتقد إنك المسؤول عن كل اللي صار معي. إيه مدام شويت لانا، وينك أنت لحتى أجي لعندك؟ ماهي اسمعي، قلي لي أنت وين وأنا جاي أخدك. يا مدام أنا جنب السوق هلأ. ماشي خليكي عندك أنا جاي. ألو
أخيرا انبسطت كتير. لك اسمع، بتلف وبترجع. اليوم لازم اقتلهم لهدول الاثنين سوا. ما حدا رح يعرف شو يلي صار، هذا الشيء ما حدا رح يعرف فيه. ماهي، شويت لانا ما بينوثق فيها ابدا، تعالي معي واطلعي بالسياره. يلا اترك لي ايدي، وإلا رح ورجيك قيمتك هلأ ورح تندم على هذا الشيء كل حياتك. اعملي اللي بدك يا بس تطلعي معي، فهمتي؟ انتي اليوم كنتي رح تموتي، أنا ما عندي وقت لكل هذا الحكي الفاضي، وأنا وعدت أمك إنه رجعك على البيت بخير وسلامة كمان. ما بدي أسمع منك ولا كلمة، خليك بعيد عني. أنا بعمري ما رح أوثق فيك، لهيك روح من هون هلأ. انتي شو عم يصير معك ماهي؟ لك كنتي رح تموتي اليوم. بشو عم تفكري بس؟ مفكرة إني ممكن أتركك لوحدك؟ أنا مليت من كلامك الفاضي، اتركني وروح من هون بقى. خلص اتركني. تعالي معي احسن ما اتبع معك اسلوب تاني. تتبع اسلوب تاني ما؟ طيب ماشي، ورجيني شو بتقدر تساوي، لاني ما رح اطلع معك بالسياره ولا رح اروح معك على البيت. ماشي مثل ما بدك. بدي اخذك لو شو ما صار. ورجيني كيف رح تطالعني. انا بكرهك كثير، اتركني روح، كان احسن لو مت اليوم. بعد عني، انا ما بدي اشوف وشك حتى. خلينا نخلص من هالدراما. اذا ما سمعتي مني بتجبريني، حتى لو بتكرهيني لازم تيجي معي، وهذا القرار قرار نهائي. ليش ما عم تفهمي علي؟ اه ليش ما عم تسمعي شو اللي قلته؟ ما بدي اسمع كلامك الفاضي، انا بفضل اني انخطف ولا اسمع كلامك شو ما كان. ما بيهمني، اعملي اللي بدك يا، المهم تطلعي معي بالسيارة فورا. ما هي استني، تركني روح، ما رح ارحمك ابدا. انت مو معقولة، شو عملتي؟ اعملي مثل ما عم قلك، تعالي. رح ضل عاني بحياتي، شو بيهمك مين انت اللي تهتم فيني؟ انت حتى بتكره شوفتي ما هيك؟ حتى انك ما بدك تشوف وشي ولا تسمعني، فقلي مين عطاك الحق لحتى تقرر عني. اول شي صرت رفيق لإلي، بعدين بتعاملني كعدو، وهلا انت جاي لحتى تساعدني على اي اساس؟ ماني بحاجه لمساعدتك. لسه ما فهمت علي؟ انا ما عاد بدي اشوفك بحياتي، خليك بعيد عني. انا ما فيني اتحملك بعد هلا، ما رح تقدر تعمل كل شي على كيفك، وانا بدي اعمل كل اللي بدي اياه، روح من هون. سمرتي بنتي، افتحي لي الباب، اسمعيني، كل شي رح يكون منيح، وثقي فيني بس حبيبتي، افتحي لي الباب بقى. أنوراج ليش ما عم يرد علي؟ بنتي سمرتي، بعد شوي وأكيد رح يسمع مني. ماما إذا أنا ما تزوجته بأكد لك إني رح أقتل حالي، صدقيني بوعدك بهذا الشي يا أمي، وما حدا فيكم رح يقدر يوقفني بنوب. ماما ظلمني كتير وشكله ما رح يعرف غلطه إلا بعد ما أموت، أنا ما عاد فيني أتحمل ظلمه لأبي أكتر. ما رح تقدري تتعاملي مع هاي البنت صحيح؟ لو خليتيها تلتزم حدودها أو تضربيها وقت اللي كان لازم، كانت رح تضل تسمع كلمتك. وبعدين انتي ليش عم تدافعي عنا؟ سميرتي بدها تنفذ كلام أبوها جوغراج من تم ساكت، ولو شو ما صار يصير. روحي قيلي لها الحكي، ما في داعي تعمل كل هالتمثيلية الحزينة. أنوراج وينك يا ابني؟ أنا محتاجتك كتير هلأ، أنت الوحيد اللي بتقدر تتعامل مع أبوك بمثل هيك موقف. ماهي، ماهي اسمعي رجاءً،
لو سمحتي اسمعيني، بعرف انك معصبة مني كتير، انا فيني افهم هذا الشيء، بس بترجاكي اعطيني فرصة تانية بس. كم فرصة لازم اعطيك انا؟ كم مرة لازم اذي حالي كرمالك؟ وكم مرة لسه بدك تكسر لي قلبي؟ فيك تقلي قديش؟ كنت تجرحني كل ما سامحك، بس بكفي، ما بقى بسمح بهالشيء. ماهي اسمعي، رجاءً رجاءً بترجاكي اسمعيني، شوفي أنا بعرف أني غلطت معك وكتير كمان، بس أمك قالت لي إنه في عندك دليل صح؟ وأنتي ورجيتي لها شوية لانا، خليني شوف الدليل، رجاءً. حلو، فهمتك. هلأ لحتى فهمت ليش كنت عم تلحقني وش اللي بدك إياه. معقول كل مرة تضحك علي؟ معقول ما كنت عم فكر؟ انت لحقني لحتى تاخذ هالدليل مني بس مو هيك؟ انت فهمتيني غلط، شو هذا اللي عم تحكي؟ انا معي حق 100%. لك انت بدك هذا الدليل مشان تتلفوا صحكي؟ وهيك ما بيكون فيني اثبت براءتي مو؟ صح؟ حلو حلو سيد أنوراج أهلاوات. مو صح، انت فهمانتيني غلط. انا معي حق 100%، انت واحد مخادع، واكبر غلطة اني منحتك ثقتي، هي غلطة كبيرة، ما رح أوثق فيك طول ما أنا عايشة، فهم هالشي. ما بدي أحكي بأي موضوع وما بدي أحكي معك، بعد عني، خليك بعيد عني. بس أنا ما فيني بعيد عنك. ما عم تفهمي إنه أنا ما فيني بعد عنك ماهي؟ أنا ماهي شو صار لك ماهي؟ مي اهدي مي شوي اهدي. ماهي استني أنا رايح جيب مي. ايه ماهي ماهي وين راحت؟ وين بدي ادور عليها؟ يا سائق انزل شوف لي إذا ما هي ناطرتني هون. حاضر. طلبت شوفها هون بس مو مبينه. مدام ما في حدا ناطرنا برا. ليش؟ أنا ضيعتهم للمرة الثانية، رح أتصل بالرجال يساعدني. يا سائق لف ورجع. حاضر مدام. موقف الباص. تفضل اللي بعده. بدي بطاقة لو سمحت. تكرم عينك. آسف عمي، بدي تذكرة لدلهي بوابة كشميري. ايه. طيب ماشي تفضلي. بس إمتى بيمشي الباص من هون؟ بيوصل لهون بعد ساعة، لأنه كان في شوية تأخير على الطريق، وبس يوصل لهون بيمشي بعد 10 دقايق، ما بيطول كتير. لو سمحت شفت لي هالبنت؟ ما مرقت من هون؟
لو سمحت شفت لي هالبنت؟ لو سمحتوا يا شباب، إذا بتريد شفت لي هالبنت شي؟ ماهي شويتلانا ما بينوثق فيها نهائيا. مو معقول شويتلانا ناطرتني بهديك المنطقة، ما قلت لها اني اجيت لهون. لا ما في اي تغطية هون، شو ساوي؟ أبداً مو مهم وين رحتي يا ماهي، لأني متأكد رح لاقيكي. يمكن مو حاسة بس أنا حاسس ومتأكد إنه في شي بيجمعنا. مصيرنا رح يكون واحد. وين ممكن تكون؟ هالعالم ليش عم يتطلعوا فيني هيك؟ أكيد عم يتطلعوا فيني لأني لابسة هذا اللبس. أنا كل مشاكلي هي عم تصير بسبب أنوراج. يا ريت لو كان معي شوية مصاري كنت اشتريت شي أكله. وين بدها تكون راحت؟ يمكن عم تتخبى هون، بس ما في ولا مكان تتخبى فيه. أنا ما قلت لك ما فيني ساعدك؟ لو سمحت أنا لهالسبب إجيت لهون، بترجاك ساعدني. بترجاك، هالاثنين عم يقدروا يهربوا مني دائما، ما عم أعرف شو بدي أعمل معهم. كيف بدي أوصل لهم هلا؟ بترجاك ساعدني، أعطيني شي حل من عندك. الوقت عم يتغير كتير، وكمان يمكن يجيكي أخبار مو لصالحك، يمكن تنكشفي قريبا لأنك ما تصرفتي. اسمعني، لا بترجاك أنقذني، لو سمحت سابي أي شي بترجاك. لو سمحت في طريقة واحدة. شو هي؟ تليهن اثنيناتهم خلال الخمستعشر يوم اللي جايين، أو حاولي تفصليهن عن بعض وللأبد. وبأكد لك إنك رح تنكشفي أسرع إذا هذا الموضوع ما تم. يا هنن اللي رح يموتوا يا أنت بتنكشفي. لا 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 لا، ما بدي هالشي، هن يلي رح يموتوا. لازم تعملي هالخطوة قبل ما يوصلوا عدلهي. على دلهي ما رح يوصلوا، لأنه أنا بدي أقتلهم. أنا ما بحب أعمل هدول الشغلات، أنا لازم أشيرهم. ليش عم تطلع؟ بعمرك مو شايف بنت من قبل؟ لا يا أنسة مو هيك القصة أبداً. عبالي فكرة حلوة رح قلك إياها، تعال شوي. بدي أضربك على وشك، وبعد ما أضربك ما رح تكون قادر تشوف أي شيء لبعد عشرة أيام، بيصير وشك فايت لجوا. يلا روح. بدوروا عليهم منيح بكل زاوية، بكل بيت أو دكان أو حتى موقف باص أو موقف تاكسي، بتلاقوا لي إياهم. هن ما لازم يوصلوا على دلهي، وإذا صار هيك بدي خلص عليكم كلياتكم. لأني بحبك
بعرف إنك معصبة مني، بس بترجاكي أعطيني فرصة تانية. بس ليش هيك عم فكر فيه؟ أنه راج خلاني أعاني كتير بحياتي، مع هيك مو قدرانة بطل فكر فيه. حبيبتي اسمعي مني مرة واحدة بس. راسي مشوش، راسي مليان أفكار عن أنوراج، صار لازم دور على شي علاج، مو قدران يفكر غير بأنوراج. عم شوفه بكل مكان، أنا رايحة نام بالباص أحسن شي وبريح راسي. مرحبا، ما تكوني فكرتي أني ما بقدر لاقيكي. طيب هاي أنا هون. شوفي شو شبك، ارتعبتي ولا عم تشوفيني وين ما رحتي؟ شكلك كأنه عم تتقاتلي مع حالك، شو صاير؟ معقول أنا سبب هالصراع؟ شفتي وصلت لك، مو مشكلة تقاتلتي معي ولا بكيتي ولا هربتي، لأنه ما رح تقدري تنسيني أبدا. كيف بيعرف هذا الشيء؟ اختفي من هون، عم قلك اختفي من هون. اسمعيني، بدك شي غنية غريبة لتخفيني؟ غني شي وحدة سمعيني. مو مشكلة عادي يا جماعة، هي بتكون أول مشكلة بيناتنا بعد الزواج. قد ما كان الحب بين الأزواج، الرجال هو اللي دائما لازم يتنازل. لك وقف لي هالتصرفات وما عاد تلحقني، روح. صدقيني أنت رح تشوفيني بأي مكان بتروحي عليه. وقف هالحكي تبعك وإلا رح لم عليك كل الموجودين هون، وبس يضربوك الناس اللي هون أنت رح تنساني وتشيلني من راسك. هاد شو؟ يعني بدك تعمل حالك وكأنك زوجي مو هيك؟ شو رأيك قلن عم تعذبني مشان المهر تبعي؟ إذا عملت هيك بتعرف إنه أنت رح تنحط بالسجن؟ عن جد؟ يلا ورجينا لنشوف. موافق؟ موافق تعملي هذا الشيء؟ قلي لي هذا الحكي وأنا بأكد لك إنه بربع ساعة أنت رح تقولي لي قدام كل هدول الناس إنك بتحبيني، ورح تسامحيني قدام كل هدول الناس. بتشوفي أنت مو حاجتك أحلام يقظة؟ بلكي ضربتك شي سيارة بالحلم؟ رح حققها، أنا بأكد لك هالشي. ما هي تركني وروح من وشي. سمرتي بنتي؟ قومي يلا قومي كلي لك شي شغلة، نسيلي عصبيتك هاي شوي. انتي ما أكلتي شي من الصبح، حتى أنا ما أكلت كمان، ناطرة أنوراج ليجي، وأول ما يجي أنا وياه رح نحكي مع أبوكي ورح نخليه يقتنع بزواجك. سمرتي بنتي يلا قومي. سمرتي يا ترى وين راحت؟ يا رشمي إذا عرف جوجراج باللي صار رح يخرب الدنيا. لك يا رشمي وينك أنت؟ يلا تعالي بقى بدي أكل. شو عم يصير معك؟ ما عم تسمعي يعني؟ بلا كنت جاي مرت عمي. لكن ليش تأخرتي كل هالقد؟ لأنه سمرتي مرضانة كتير، مشان هيك جيت لحتى أشوفها. بس يلا أنا جاي لعندك فورا. مرت عمي خلينا ننزل، سمرتي صارت منيحة، خلينا ننزل. يلا تعي. استني مرت عمي، تركي سمرتي تنام وترتاح، هي رح تتحسن بعد شوي. خليكي على جنب. Ha ha ha!
هذا لوين راح؟ من شوي كان هون. وشو يعني؟ ما بيهمني ابدا. على كلين كان عم يخبص بالحكي، حتى انه ما بيلتزم حدوده. ما هي؟ كل ما بجيب سيرته لهاد بيطلع قدامي دغري. ليكي اطلعي فيني اذا بتريدي، يلا اطلعي فيني مره واحده وبعدين اعملي شو ما بدك. ما هي بدي اقتل حالي. اذا هيك بدك اقتل حالك، يلا اقتل حالك واتركني بحالي بقى. ايه اكيد انا رح اقتل حالي لانه عم اعمل هالشي كرمالك، بس تذكري منيح يا ماهي انك ما رح تقدري تضحكي ولا تعيشي حياتك بعد ما انا ساوي هالشي. طيب شكلك مانك مصدقتيني، ما هيك؟ ايه شو عم تعمل؟ ايه انت ما هي قوليلي بتحبيني ولا لا؟ انت ما مليت من الدراما تبعك؟ اقتل حالك وخلصني. انا ما بظن يعني ماهي رح تندمي لاني اذا متت انت رح تلومي حالك كثير وما رح تقدري تعيشي بنوب لانك ما جربتي تعطيني فرصه تانية ابدا. طب انا شو دخلني بيناتكم؟ مو معقول اللي اخذت ماهي. لك انت شو لحد حالك؟ ماهي انا كثير بحبك صدقيني عن جد بحبك، بترجاكي جاوبيني انت بتحبيني؟ ما هي؟ جاوبي بقى. خلص حاجة بقى. جاوبيني وإلا بقتل حالي. عم تسمعيني؟ أنوراج هني عملوا كتير غلط. مدام أنا لقيتهم. أنت متأكد أنه هني؟ شفتهم بعينك؟ إيه مدام مثل ما عم قلك هني قدامي هلأ أنا متأكد. بعت لي صورتهم خليني أتأكد. إيه مدام رح صورهم دقيقة. ماهي ألو خلي عينك عليهم أنا جاي، وكمان بدي تضل ملاحقهم لحتى وصل لعندك، بس اوعك تعمل شي. الظاهر هالدنيا رح تضل توقف بوجع ماهي وأنوراج وهالشي لصالحي. على شو واقفين عم تطلعوا؟ يلا جيبوا الإسعاف. أنوراج طلع فيني، بترجاك سامحني أنوراج. أنا آسفة أنوراج، فتح عيونك بترجاك فتحهم. ما هي أنوراج، أنوراج أنت منيح مو هيك؟ ما هي ما تدعي ابنه، بترجاك سامحيني أنا ما عاد أغلط، هاي آخر مرة وبعدها ما عاد يهمني ابنه إذا متت ولا لا، بس أنا ما فيني أعيش بدونك أبداً. ما راح يصير لك أي شيء أنوراج، راح تكون منيح. يعني هلأ سامحتيني ماهي؟ رجاءً ماهي ما تضلي زعلانة مني. انت الشبك، أنا ما بقدر ضل زعلانة منك كتير. إذا بيصير لك أي شيء أنا كمان بدي أنوراج. أنوراج أنوراج قوم يلا، انت ما فيك تموت وتتركني لحالي. أنوراج يلا قوم، بترجاك قوم يلا أنوراج. أنا بحبك صدقني بحبك، أنا بحبك كتير عن جد أنوراج. أنوراج هذا اللي أنا كنت بدي أسمعه منك، بس اللي لي لشوف مين لسه بيقول هيك للتاني إنه هو بيحبه. ما هي اسمعيني
أنا عندي اعتراف. شو؟ اللي أنت بتعرفي أني ما بقدر كذب عليكي أبدا. أنا كنت قاصد أعمل كل هذا الشيء بس لحتى ألفت انتباهك. كنت مفكرك رح تخافي كتير إذا أنا جرحت حالي قدامك، على أساس يكون جرح صغير، بس الظاهر إني جرحت حالي جرح كتير كبير، وهلأ رح موت من وجعي. يعني كل هالشي كان تمثيل صح؟ لك تعالي بعده. لك ماهي تعالي اسمعيني، اسمعيني شوي. بعد مخادع. الباص عن جد ضربني هاي الضربة، وهي ما كان مخطط لها. مخادع ومحتال كمان. شو المشكلة؟ عملت هذا الشيء بس لحتى أولى؟ انتو شفتوها، هي كانت مليانة حب وحنية، بس هلأ ليك اتحولت وهالمشاعر راحت. من هون وإلا أنا بقتل حالي فورا. انتو بتروحوا بتدوروا عليها وبتلاقوها وبتجيبوها لهون، وإما كانت تكون ما في بنت بالدنيا بتسترجي أنه تعمل بأبوها الشي اللي عملته هي فيني. هي شوهت سمعت أبوها قدام كل العالم. أنا بدي أقتل أروش قدام عيونها وخليني شوف شو بدها تساوي وقتها. تركت البيت كرماله. لا تعمل هيك. أنا بترجاك سامحها، هي بتضل بنتك. عملت غلط بس ممكن تصلحه. بعدي. روحي من وشي، هي مالها غلطتها، هي غلطتك إلك، أنتي دللتيها كتير. طيب بترجاك عاقبني إلي، بس لا تعاقبها لإلها. شو لازم أعمل؟ لك أنا ما فيني اطلع بالعالم بسبب عملتها، ما بعرف شو صلى بسبب هذا الشاب اللي حبته، اتجرأت وهربت من البيت. سمعتي رح تصير مو منيحة بسببهم. لا هيك ما بيصير، أنا رح أرجع ربيها من أول وجديد. مرت عمي، احكي اي شيء. سمرتي لساتها بنت صغيره. بس هاد يلي عملته حتى الاولاد الصغار ما بيعملوه، فهمتي؟ لك شو ما عمل جغراش فيها هو بيكون في معه حق. انتو شو عم تستنوا؟ ما فهمتوا شو حكيت؟ روحوا جيبوا لي اياها فورا. بترجاكي اسمعيني، بترجاكي اعتذر مني. لازم تسامحه. ماهي، نحن اعترفنا بحبنا لبعض، بترجاكي وافي. انتي لوين رايحة؟ لك ماهي، الجو كتير حلو.
يا سلام. عن جد أنا مبسوطة كتير أنوراج. بستغني وبسكر بابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعن داري حلمي الصغير.